ودائما وفي إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر وبتكليف من رئيس الجمهورية، أجر يوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان بجمهورية النيجر الشقيقة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر. كلفت من قبل رئيس الجمهورية للمجيء إلى النيجر للتحادث مع السلطات العليا للبلد حول الوضع الحالي. بين الجزائر والنيجر علاقات جوار قوية وتاريخية وعلاقات صداقة. جئنا للاستماع وفهم الوضع وإبراز موقفنا حول هذا الوضع القائم في هذا البلد. موقفنا قائم على التفاوض والحوار السياسي والتهدئة لتحقيق التوافق للخروج من الأزمة دون استعمال العنف، ونأسف لتعالي بعض الأصوات المنادية بتدخل عسكري أجنبي. نحن نرفض أي شكل من أشكال التدخل العسكري في النيجر والذي سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة. نحن نعمل ونسعى جاهدين لتحقيق مقاربة سياسية تمكن النيجر من تحقيق الاستقرار.